انا مش سبتها شويه زومبويه، والزومبي اللي هيعمل فلوطه هديله بالمقروطه، تعويذه عبد موته. وعملنا البحر طحينه وكتبنا عليه اسامينا، فوق الموج عدينا ولا حاجه تاثر فينا، بدينا كتير ومشينا، وريتنا عنينا اللي ما يتشافش الحظ بيلعب بينا، سمعنا علينا اللي ما يتقالش. واقول لك حذر فذر، اسرح بس اوعى تفكر، انا جاي الليله متنكر، هتشوفني تقف متقدر، انا عارف انك امريكان، انا من مصر يا شويه عيال كاز. اثبت يا بنت الزومباوية انت، اثبت يا ابو جلابية اللي شبه سيد معوض، اثبت يا حاج زومبي. ده مش كل زومبي اتسطل يعمل بطل. كات يا رمضان، يا رمضان يا رمضان، ازاي بتضربه كده يا ابني؟ دول لو لمسوك هيعملوا لك مشكله. ولا يعرف يلمسوني اساسا يا عم. ازاي دول زومبي؟ ايه زومبي ده؟ درام سعيد عملت معاهم بدل الحلقه اتنين يا استاذ. عملت معاهم حاجه؟ دول اتنين بتوع عفاريت، دول زومبي اعلى مرحله، دول الوحش يا جماعه. حد يفهمه، تعالى يا زومبويه. بص يا استاذ، هو الزومبي ده بيبقى بني ادم خلاص مات الله يرحمه، بس في نفس الوقت بيكون عايش، يعني زي ما تقول كده عايش ومش عايش. عايش ومش عايش ازاي يعني؟ عايش ومش عايش. ما تسمعش عمرو دياب ولا ايه؟ عمرو دياب كمان طلع زومبي؟ لا، عمرو دياب كان بيغني الاغنيه دي بلسان حال الزومبي، كان بيقول انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعضه. مين دي يا استاذ؟ بس يا جماعه بنصور. سوري سوري، ارجع مكانك بقى لعوارك. سوري سوري. رمضان هننجح؟ ها، ثقه في اللي نجح يا استاذ. يلا بينا. كلاك اتفضل. قاهر الزومبي 6-4 اول مره. ثقه في اللي انا جاي. اكشن. هتقول لي بقى عايش ومش عايش؟ هقول لك بناديك تعالى. عاوز بقى من خمسه الحضاره، تعويذه عبد موته. وعملنا البحر طحينه وكتبنا عليه اسامينا، من فوق الموج عدينا ولا حاجه تاثر فينا، مدينا كتير ومشينا، وريتنا علينا اللي ما يتشافش الحظ بيلعب بينا، وسمعنا علينا اللي ما يتشافش. بقول لك حظ فظر، اسرح بس اوعى تفكر، انا جاي الليله متنقع، اعوذ بالله من خبث الخبائث، اعوذ بكلمات الله. عدوا النجم، عدوا النجم. ارفع ايدك فوق، hey! لو متضايق هتروح، hey! الكب ما جات هتزيح، hey! وعك في العكس تسوق. ارفع ايدك فوق، hey! لو متضايق هتروح، hey! الكب ما جات هتزيح، hey! وعك في العكس تسوق. فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسك ساكة، hey! فرتكة فرتكة ضغطت ومحتك تاكة، فرتكة فرتكة راجعين نعمل درباكة، راجعين نعمل درباكة. هنعملها بالزبيب في الحالة دي، هضيف الزبيب والصنوبر عليها، وبكون عاملة العصاج على جانب آخر. العصاج اللي هو زبيب لو كان في المسقعة و... ليه؟ هو انت بتعملي خشاف؟ أنا أعرف إن الزبيب يتحط على الرز بلبن، على المهلبية، على العشورة، لكن على البتنجان بايركس بالرز دنيا حظوظ. صحيح، صف لحمه مفرومه اذا كان باللحمه المفرومه، ونحط عليهم صنيبر. يا خالتي انت هتفضلي قرفانه كده ببرامج الطبخ دي؟ كل يوم تتفرجي عليها من الصبح لليل قرفانه بيها؟ يا واد الكاتب جايبه فايده. يخرب بيتك الكاتب، الكاتب مش عارفه اركز. عندي مفاجاه لكل ستات مصر وستات العالم العربي كمان. الحلقه الجايه ان شاء الله هستضيف واحده منكم ست بيت. ازاي؟ طب بسرعه يعني روح، روح هات لي ورقه وقلم. يقعد ما تمشي وتزلح كده، امشي هات لي ورقه وقلم بسرعه. اما انت بتتفرج عليا يا ماما، ما جبتش لي ورقه وقلم عشان المفروض تكتبي الوصفات. يا واد النمره هتروح مني، اجري بسرعه، اجري. ركزي على الارقام اللي ظهرت على الشاشه دلوقتي. بالله وان شاء الله سكي هبقى معاكي ومع الجمهور الاسبوع الجاي.
لو سمحت بعد اذنك. مؤمر فين المكير؟ روح 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 ازاي؟ روح بيتهم يعني؟ حالا والله لسه مروح. طب امال مين اللي هيشيل الميك اب؟ حضرتك هتيجي بكره بنفس الراكور برضو هتصوري برضو. يعني ابات كده يعني عشان هاجي بكره بنفس الشكل؟ يعني ايه اعمل انا ايه؟ خلاص شكرا، هذا كوافير مش تعرف تعمل حاجه. شكرا شكرا، متشكره قوي. العفو يا فندم. عليا انا برضو الكلام ده؟ وانا بنت هتقعد صوتك؟ انت لهفه يا بني ادم. عامله ميك اب زومبي اصلا؟ لو ميكروباص او حتى تاكسي وقف لي وبعايز الحرق شكلي مرعب جدا. لا فانت عارف والله انا عمري ما اتاخر عليك، بس النهارده مش هينفع، انا بقيت على شباك التذاكر، ده انا حتى ما بعرفش اروح الحمام. ماشي ماشي يا مرتديلا، ثانك يو. استنى لهفه، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال دوت؟ ايه الزحمه دي؟ ايه يا استاذ ساب شغلك وعمال تحب على المضايل، وفي اتنين مشوا، في 8 تذكرتين مخصومين منك، ايه رايك؟ طب انا ذنبي ايه يا فندم؟ حضرتك القاعه اتملت، انا مش فاهم اصلا هم واقفين ليه. واقفين ليه يا ابني؟ في 5 افلام، حاول تقنعهم يخشوا اي فيلم، عايزين نشتغل. مش حلوين يا فندم، شفت الخمس افلام كلهم مش حلوين. مش حلوين؟ ايوه. مخصوم منك 3 ايام، ايه رايك؟ حضرتك بتاخد رايي؟ اه اكيد طبعا، مش عاجبني ده اللي عندي. ماشي ماشي، شكرا يا فندم، اتفضل روح على مكتبك وانت شوف شغلك. حاضر. ايوه كابتن مصر، مش حلو. ابعد مكتبك وغنمك على العرب، ابعد مكتبك وغنمك على العرب. ايه ده؟ برنامج ايه بقى ده اللي هيجيبوه في ست بيت؟ ولو هيجيبوا ست بيت هيجيبوك انتي؟ لا طبعا، هيجيبوا حد قريبتهم، واحده عايزين يظبطوا معاها فيجيبوها الاستوديو ويفضوا الاستوديو ويعملوا لها برنامج عشان يظبطوا معاها. ممكن تكتم؟ اكتم بقى، انت ليه محبط كده؟ ليه عايز تقتل الحلم اللي جوايا؟ ما انا لازم اقتل حاجه، فيقتل الحلم اللي جواكي يقتل الواد ده عشان انا قرفت منه. طب كتب، التليفون بيضرب. الو؟ ايوه انا مدام ابتهال، مين معاي؟ ايه؟ لا لا بس اصلكم فاجئتوني خالص. طيب انا هحاول الغي كل مواعيدي، هجيلكم في الميعاد بالظبط بالظبط. اوكي مع السلامه. ده مرتضى ابنك صح؟ متفقه معاه وعامله حوار علينا عشان تعيش اللحظه والوهم صح؟ يا محبط كتب بقى كتب. انا مش محبط والله، محبط اسمعيني اخص عليك. انا مش محبطك، انا بقول لك الحقيقه، الوهم عمره بس ما تشوف مين. ازيك يا لهفه؟ ازيك يا حبوبي؟ ورسمت ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ده، يخرب بيتك في ايه؟ انت مين؟ مين دي؟ انا لهفه خالته. لهفه وايه اللي عامل فيكي كده يا بنتي؟ طيب متعودين احنا على المناظر دي وعلى اللبس وعلى الشكل ده، لكن انتي ماشيه تتطوحي كده ليه زي السكرانين؟ خالته من فضلك انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض، انا جايه من الهرم لحد هنا ماشي على رجلي. طب وليه جايه ماشي على رجلك؟ ده انت عفريته دلوقتي، انت ممكن تطيري في الهواء، ما حدش هيكلمك، او تصاحبي سندباد وتيجي معاه على المشايه. ايموني حبيبي اوعدك لما ابقى نجمه هحقق لك كل اللي في خيالك ده. وانا بقى ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش يا خالته. مفاجأة. بص يا حبيبتي، لو ما عندكيش حاجة بكرة ممكن تقعدي قدام التلفزيون وتتفرجي عليا وانا طالعة بتألق في التلفزيون. انتي هتطلعي في التلفزيون ليه يا خالته؟ انتي رايحة مع بابا تتفرجي على ماتش ولا ايه؟ ماتش ايه؟ ماتش ايه؟ دي مدام رجاء الجداوي كلمتني، حاولت تستعين بيا علشان تتعلم اصول الطبخ، وحتى قالت لي ممكن تجيبي معاكي حد يساعدك. يا حبيبتي يا خالته يا حبوبة قلبي. قلت اخد بقى الواد ايمن معايا يساعدني. يا حبيبي قلبي يا حبوبة. خديه يا خالته. جود لك يا حبوبة. خش جوه. خش جوه عفريتة. هتيجي معايا يا ايمن؟ طبعا. انا مش هنام النهارده، مش هنام. نامي بكره بقى. انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. عفريت عفريت. بابا انا مش عفريت، انا لهفه. لهفه؟
ويا بنت اللي عمل فيكي عفريت، تركبتي بعفريت ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عامله دور زومبي. زومبي؟ ما شاء الله، برافو مع محمد سعد، هايل. لا يا بابا، انا عامله دور زومبي مش الليمبي. كويس كويس، هو يعمل ليمبي يدخل على الزومبي، مش زومبي على الليمبي. بابا انا مش قادره اشرح لحضرتك اكتر من كده، عن اذنك حبيبي. صباح الفل. صباح النور يا حبيبتي، ما شاء الله ما شاء الله، متقمصة الشخصية قبل ما تخرج تأديها. دي قلت أستاذ محمد رمضان؟ أيوه. طب ممكن تندهولي لو سمحت؟ لا الأستاذ مشغول، ما ينفعش يقابل أي حد دلوقتي. طيب خلاص أوكي، أنا هستنى. اتفضل. طب ممكن من فضلك تصورني مع الأوضة؟ سوري. خلاص أوكي، هاخد سيلفي. السلام عليكم. السلام عليكم يا نجم. حطيت الشنط في العربيه. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. انا لهفه، انت مش فاكرني ولا ايه؟ مش واخد بالي. انت بتاعت اليوم السابع باين؟ لا انا كنت لسه بمثل معاك دلوقتي، كنت عامله زومبي وشلت الميك اب. لا طب انا اعرفكم ازاي لهفه؟ ما كلكم كنتوا شبه بعض. لا ازاي، انت لازم تفتكرني. انا اللي وقفت قعدت اشرح لك يعني ايه زومبي، وقعدت اقول لك عايش ومش عايش. ايوه ايوه افتكرت. افتكرتني؟ على فكره انا من اشد المعجبين بيك، انا حافظه كل اعمالك وكل حاجتك، متابعاك من زمان جدا جدا. الله يخليك. وانا على فكره من عيله فنيه، بابا كمان ممثل. لا والله. يعني انا موهوبه ابا عن جد. بالوراثه يعني. بجد بالوراثه فعلا. ربنا يوفقك. يعني هيبقى كرم من عند ربنا لو رشحتني في اي حاجه عمل ليك مثلا، او حاجه امثل جنبك. انت اضافه لاي فيلم. متشكره جدا. ربنا يخليك والله بجد. انا كنت انا سمعت ان انت داخل فيلم جديد وبتدور على بطله، مظبوط؟ بالظبط. بدور عليها فين؟ يعني بدور على بطلة تشاركك البطولة يعني. بالظبط. من فضلك بجد لو سمحت، لو سمحت ترشحني، مش هتندم، مش هغزلك ابدا. انا ممكن امثل معاك كوميدي، تراجيدي، اكشن، خلص. انا هرشحك في الفيلم الجاي بس اصل انت بس عشان تبقى فاهم، انا ممكن انا برشحك بس المخرج هو اللي بيختار في الاخر، ما ينفعش افرضك في الموضوع. لا على فكره انت اكبر من كده بكتير، انت خلاص عديت. انت تقول للمخرج انا عايز لهفه الفيلم الجاي، انا عايز هند صبري الفيلم الجاي، انت اللي تحدد انت عايز مين. هقول له انا عايز هند صبري الفيلم الجاي. حسن والله العظيم. انت في الكوميدي عايز اسمي لهفه. دهشه لهفه. لهفه، عشت الاسامي لهفه. متشكره جدا. حقيقي انت بجد ابن حلال. الله انت والله العظيم بجد. عايز اقول لك ان الناس كلها فاكره ان المسلسل اسمه حبيشه مش ابن حلال، من كتر الجمال الكاركتر اللي انت عملته. الله يخليك الله يخليك. متشكره قوي قوي. هترشحني؟ ها. طيب لهفه. باي باي يا محمد. الله ينت. باي باي. يلا تعالى يا باشا، تعالى اتفضل. شوف قاعده ملوكي، قاعدك قاعده برنسيت. ايه الكراسي دي؟ كراسي بلاستيك جميله، تقعد براحتك، ما حدش يقدر يكلمك. اتفضل. والله اتفضل. ممكن تقعد هنا، ممكن تقعد هنا براحتك. ايه القعده دي اساسا؟ وانت ازاي يعني كده قفلت الممر كده يعني؟ طب انا لو حبيت بقى دلوقتي اقوم اجيب بيبسي ولا اكل فشار يعني، او اخش الحمام، اعد انا ازاي يعني؟ يا عم ما تقوم يا عم، استاذن من الباشا والباشا يعديك عادي. شفت نفسي عليك ازاي عشان قعدت على كرسي بلاستيك؟ ممكن تقعد هنا لان يا عم كرسي بلاستيك. ايه يا عم، وانا دافع فلوس عشان ادخل سينما ولا اكل على عربيه فول؟ ايه القعده الزفت دي؟ اظن انا قلت لحضرتك تخش الفيلم التاني وانت اللي ما رضيتش. فيلم تاني ايه؟ انت ناقص تجيب لي مصاصه. خش فيلم كرتون في السن ده، وبعدين انت هتفرجني على مزاجك. فيلم كرتون بس فيه فكر. يا جدعان يا جدعان، خلصونا بقى، خلصونا. شغل الفيلم يا ابني. تيجي يا جدعان، ما هو مش معقول قله المزاج دي. مالكم في يا مصريين؟ جرالكم ايه؟ ما بقاش في حد طايق التاني ليه؟ ده جزات ان انا بعمل كل ده عشان ارضي المدير. مدير عشان ارضيكوا؟ في يا جماعه اقعدوا كده حبوا بعض. تعال معايا، تعال معايا بس انا هظبطك دلوقتي. المهم بس نزل ايدك بس كده. ماشي ماشي اتفضل. هات لي فلوس. تعال كل فشار. طيب في يا عم اوعى بس يا عم. يا عم تعالى بس، في ايه اللي انت بتعمله ده؟ غلطت ان انا دخلتك؟ بتسخن الناس عليا يا عم. انت ما قلتليش انك هتقعدني القعده الرمه دي. انت داخل تتفرج ولا داخل تنام؟ مال الكرسي البلاستيك؟ مش بتقعد بيه على البحر الكرسي البلاستيك؟ دلوقتي بقى كوخك كرسي البلاستيك. بقول لك ايه، مش ناقصه اشتغال، اديني فلوس احسن اعمل لك محضر. محضر ليه؟ ليه تعمل لي محضر؟ انت ليه بتكبر الموضوع كده؟ اهدى اهدى، انا هعمل معاك صفقه. بقول لك ايه يا عم الحاج، بلا صفقه بلا غيره. تذكرتك اللي انت فاكرها فيزا امريكا اهي، واديني فلوسي. يا عم اسمعني بس، اهدى اهدى. دلوقتي مش انا كنت متفق معاك ان انا ادخلك وادفعك نص التذكره؟ فاكر؟ فاكر لما قلت لك كده؟ فاكر. انا بقى مش هاخد منك فلوس خالص، بس عايز منك خدمه. خدمه؟ ايه الخدمه؟ اقول لك. والله القعده هنا 100 100، قاعد في نص الشاشه كده وحاسس ان ملك. ايه ده؟ لا الكرسي البلاستيك ده كمان مفيد، انا ما كنتش عارف ان هو مفيد للضهر كده. شوف البطايه دي جامده، نتيجه حلوه نوصلك كده.
لو سمحت من فضلك امشي من هنا. الرجلين الحلوه دي ما ينفعش تمشي على الارض لوحديها برضه. عيب كده لو سمحت. هو ايه اللي عيب؟ العيب نزل الجدول. تعالي بس نوديك السينما نفرجك على فيلم اكشن رعب. ما يصحش الاسلوب ده، انا ممكن اصوت والم الناس دلوقتي. هو فين الناس دي؟ ما تيجي بس، دي سبوبه. ولا في عربيه جايه علينا، اجري بسرعه. دي اللي هيربيك. اقسم بالله لا جابكم يا بتوع ابو قتات، عارفكم انا. يا نهار اسود، حتى الموتوسيكلات الصيني دخلت استوديو مصر. يا ولاد الكلب، بيقول لك ان انا اللي عامل كده في الناس، اللي ماشيك في مكان زي ده لوحدي. معلش انا اسفه يا استاذ، انا خلصت الاوردر فمروحه عادي يعني. لا المره الجايه تجيبي حد من اخواتك. صح عند حضرتك حق، بس اصل اخواتي مش فاضيين، وبابا النهارده عنده اوردر مع استاذ عادل امام. ساكنه فين؟ لو مش هضايقك يعني وصلني بس على اول الدائري. تركب يا ستة، وصلك لحد البيت كمان. البيت؟ أنا ما غلطتش لما قلت إن أنت أجدع فنان في مصر. متشكرة أوي بجد، مش عارفة أقول لك إيه. أستاذة لهفة، أنت عارفة إن إحنا دلوقتي بنلف بقالنا 4 ساعات. خلاص يا أستاذ محمد، إحنا تقريباً وصلنا يعني. كمل على طول كده، هتبقى الحارة على اليمين. تعرف يا أستاذ البيت اللي انا معدي عليه ده معدي عليه 18 مره. معلش يا استاذ، انا فاكره، انا بلف من العصر يا فندم. دي بتبقى بيوت شبه بعض يعني، كل في مناطق في مصر كتير بتبقى مبنيه يعني زي المعادي مثلا. انا مفيش منطقه شعبيه ما دخلتهاش، المنطقه دي عمري ما شفتها في الخريطه في العالم. معلش معلش خلاص، احنا انا عارفه انا بقول لك ايه، ولا احنا تقريبا قدام خلاص. ايه يا حاره البلبوس دي؟ ايه المناطق دي يا فندم؟ مش عارفه انت خطفاني ولا ايه يا لهفه؟ ظاهر تهنا ولا ايه؟ تهنا مين؟ انت متأكدة انت بتيجي هنا كل يوم؟ ايوه يا استاذ محمد، كمل بس على طول، كمل بس. طب احلفي بالله ان انت بتيجي هنا كل يوم. من غير ما احلف يا استاذ محمد، انا اطفال بقى احلفي والجو ده. اتفضل بقى كمل على طول كده. تعرف يا استاذ محمد، ثانية واحدة بس ارد على مراتي. اوكي اتفضل. مش عايز اسمع. ايه مدام؟ طب ممكن اكلم؟ خلاص سوري سوري. الو، ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. اديني سلم عليها. والله انا مفيش مشكله. في ايه؟ هو انت بتعمل حاجه غلط يا الو محمد؟ ايه؟ لا يا حبيبتي، ممثله زميلتي في الفيلم، والله كان عربيتها عطلت بس في البار. بس حبيبه قلبي، ازيك يا قمر؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ انا لهفة بطله فيلم محمد الجديد. انت بتجيلنا بقى التصوير ان شاء الله، هستنيكي في اللوكيشن يا عسول. اوكي حبيبه قلبي. اوكي اتفضلي ماما معاكي. معرفش تكلمني بطريقه يعني مش يا حا. ركزي يا حبيبي، ركزي في الكلام، ركزي. بقول لك زميلتي اقسم بالله العظيم بوصلها في كومباوند هنا في الشيخ زايد جنبنا على طول وجاي. كومباوند حلو قوي، عايزين نبقى ناخد فيه اي اوضتين ولا حاجه. طيب يا حبيبي باي. هي مفاجأة لحظة. والله تعبت فرحت. طلبات البهوات، امرني يا باشا. نبه شبح، حارة فرغالي فين؟ ايه ده؟ حارة ايه؟ فرغالي فين؟ عبد موتة منور يا فنان. الله يخليك يا شبح، انزل يا فنان نتصور. يلا يا فنان نعمل وكيل فيه. منورنا، اتفضل يا فنان اتفضل. الحارة نورت. شاهل بس ونبى فنان عشان مستعجل. ماشي يا شبح، طلع التليفون. لا هنتصور بتليفونك. تليفون مين؟ عادي يا فنان هنتصور بتليفونك. انت رافع ايه يا ابني على الصبح؟ رافع ايه يا فنان؟ هتصورك بتليفوني، تاخد الصورة ازاي؟ هو انا ما قلتلكش؟ ما احنا هنقلبك بعد ما نتصور يا فنان، الشغل شغل. تقلب مين يا حبيبي؟ هقلبك انت يا فنان، ده احنا اتعلمنا الغز منك. طب وده رد الجميل؟ يعني انا اعلمك الغز اول ما تشطح تنطح تثبتني انا؟ اكل العيش يا فنان. اكل عيش ايه؟ معلش يا فنان اتصور بس عشان مستعجل. وانا مش هتصور. هتتصور يا فنان. اصورك وابقى ابعتها لك واتساب. هتتصور يا فنان وهاخد الموبايل. خلاص يا استاذ محمد اتصور. انت متفق معاهم ولا ايه؟ طب عرفيني. والله العظيم ما اعرفهم، ما انت شفتني ولا كلمت حد، ولا انت اللي كنت سايق اصلا. يلا خساره فيك التليفون. يلا بينا. يلا استأذنك بس بعد الصورة هاخد الصور والأرقام الخاصة من على التليفون. هو طلب سخيف بس ماشي. سخيف؟ انت قليل الذوق. مش مهم بس نتصور. يلا فلاش والنبي نزل دي بس. ليه ليه؟ معلش ماشي.
جميلة. ربنا يخليكي، ربنا دي هتولع الدنيا دي على الفيسبوك والله. الله يخليك. حارة فرغالي فينا؟ لا حارة ايه ده، احنا لسه عملنا حاجة، لسه هنتصور فيديو. فيديو ايه؟ يبان ان احنا اصحاب بس. مش هينفع فيديو خالص. ليه؟ انت يرضيك تضرني؟ لا ده مش هيضرك. يرضيك تضرني مستقبلا؟ والله ما هيضرك، هيقولك شوف التواضع متصور مع واحد متسول. تصدق فكرة حلوة؟ انت في ناس كتير تعرفك هنا؟ انا اشهر واحد هنا. احلف بالله. انا زيك كده في الوسط. الفيديو ده هيفيدني قوي. يلا بينا. نبان صحاب ماشي؟ ما نتكلم ان احنا اصحاب مع بعض. اه اصحاب قوي يعني. يلا. اكشن. عامل ايه يا صاحبي؟ تمام يا شبح، انت ايه الاخبار؟ تمام يا انتيمي. والله قلتني حلو قوي في عبده موتة. انا عمري ما انسلك الجميل ده يا صاحبي. الراجل ده خدت منه كل حاجه في عبده موتة. اخر جمله انت اديتني كانت ايه؟ اللي هي بتاعت الخنافس دي. كلمه لكل الخنافس هل من منافس. ايوه هو اداني الجمله وخد الايفون 6 ده. فدايا فدايا يا صاحبي. ما يغلى عليك حاجه يا عم. اصيل يا صاحبي تسلم. عبده موتة ده خلاني اخد ملايين بجد والله. اقسم بالله انا عارف يا عم الناس بتحسد وبتاع. ياد صاحبك في حته تانية خالص دلوقتي. صحيح موضوع ال 20 مليون ده؟ لا احنا كده هنقر. لا لا ما فيش، انا بدردش بس بناقش مواضيع الناس. ماشي. طب والايفون ده غالي قوي خلي بالك. بجد والله. يعني عشان لما تبيعه ما تخسرش فيه. لا هيغلى على صاحبك. ولما تبيعه بقى هتقول انا اشتري منك. لا ما تقلقش اوديك توكيل، انا حاجتي كلها في التوكيل. لا والله العظيم. اه والله بجد وحقك. اه والله انت مش فاكر لما كنت زمان اجيب لك. انت بتصوري كل ده ليه؟ اقسم بالله الواد ده معاك. والله العظيم ما اعرفه، والله العظيم ما اعرفه يا استاذ محمد. حارت ف... لا بس انا اعرفها يا عم. دي كومبارس ولا حد، انت تعرفها منين؟ لا دي نجمه مشهوره. ايمي سمير غانم. يا عم انت احول ولا ايه؟ لا ايمي دي زميله. انا لهفه الحلواني، نجمه فيلم استاذ محمد رمضان الجديد. طب يا نجمه ابوس ايدك، عايز اروح. هي ايمي وبتقول كده عشان ما تتصورش معايا. انا عارف والله حضرتك قلب الاسد وهي رجل الغراب. انا نفسي اعمل حاجه كده واسميها كبده الفراخ. ان شاء الله تعمل زلموكه الفرخه نفسها. ربنا يخليك يا فنان. انا عايز اروح، قول لها حاره فرغالي فين ووصلها. عايزين حرج فرغالي. اه يا عم. طب استاذنك الموبايل الاول، هعمل تليفون بس وديه لحضرتك على طول. ماشي انا مستقبلك. بص حرج فرغالي دي هتروحها ماشي، لازم يلا تنزل تتمشي. لا حضرتك هتروح معاها. لا انا هسيبك انت معاها توصلها. ماشي وانا هروح. ماشي بس انا هسبقكم بالعربيه وانت تتمشي. عربيه مين يا عم انت مجنون؟ هسبقك بالعربيه يا فنان. سلام عليكم. سلام عليكم ايه يا فنان؟ هسبقك بالعربيه. يا ادما ومش كل من مسك سلاح سفاح. يا لا 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 اسمع مني، انا سفاح. سفاح على مين يا؟ ده مش لعبة زي اللي في الأفلام يا فنان. مفيش عربيات. اللي هيعدي الخط ده هيموت يا فنان. قلتها قبلك يا روح أمك. علي الطلاق انت ابن حلال. في رعاية الله، في رعاية الله. أستاذ محمد أنا عاملة لك سربرايز فظيعة. اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. والله العظيم سربرايز هتعجبك جدا لو تاخد بالك ان انا ساهيته وما اديتلوش الموبايل. يا سلام. ما اديتلوش الموبايل. ايوه. والعربيه ما هو برضك يا استاذ محمد مش لوجيك ان انا اشيل كل العربيه دي في الشنطه انما الموبايل صغنون. مش لوجيك فعلا، مش لوجيك. ما تزعلش يا استاذ محمد، ربنا يعوض عليك باذن الله. انا ما ركبتهاش اسبوع يا لهف. معلش يا استاذ محمد انت اللي غلطان. ازاي تبقى ملك الاكشن وبتثبت الناس في الافلام وبتضرب وكل البلطجه اللي انت فيها دي وعيل زي ده ياخد منك العربيه؟ فين السنك؟ فين المطاوي؟ ايه بعلمك كان سايبها له بمزاجي لانه واثق انه هيرجعها. بيني وبينك الموضوع ده بيحصل لي كل 6 شهور مرتين ثلاثه. اخر عربيه الواد سابها لي قدام مدينه الانتاج الاعلامي تقريبا فاكرني ساكن جوه. هيرجعها، ثقه في اللي هيرجعها. معلش بقى يا استاذ محمد انت اخرتني قوي. ادم ان شاء الله هيرجع لك العربيه، انا اطمنت عليك. باي باي، فرصه سعيده قوي. لهفه 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 الملاحه الملاحه وحبيبتي مال وسط الراحه الملاحه الجباية الجباية وحبيبتي مال والجباية يا لهفة. تخيلي حصلت حاجة غريبة. معقولة؟ وافقتوا على التحويل؟ دي حاجة غريبة فعلا. عموما الانترفيو بتاعكم ما شاء الله ما عجبناش بالمرة، احنا وافقنا بس عشان الامتحان بتاع علي جاب فيه نتيجة ممتازة. بصراحة خسارة، الولد ممكن يبقى حاجة. anyway من الواضح انكم مش هتقدروا تساعدوه بالمرة، بس علي ما يتخافش عليه،
تقدروا تدفعوا المصاريف ويحضر من بكره. قولي لي يا مستر سكسكيوزني وحضرتك مرتبطة؟ بس يا بابا بس من فضلك يا مس كملي كلامك الجميل عن علول. عارفة يا لهفة؟ إحساسي بعلي إنه فعلاً حيشرفكم. والله أنت اللي مشرفونا يا مزة أنت يا مهلبية. بس 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 يلا بينا. يلا يا بابا من فضلكم يا جماعة يلا. مرسي مرسي مس. مع السلامة. حقيقة يا ابني أنا كأب النهاردة سو براود فخور بيك جدا يا علوة. فخور بيه يا بابا؟ انت متخلف يالا، عايز تتعلم ليه يا متخلف يا حمار؟ ما تبجعش يالا. بس بقى يا لوزر انت اخرس خالص. مبروك يا حبيبي، انا كمان سو براود بيك. عايزك تحفظ دروسك كويس قوي قوي وتفضل بولايت كده زي ما انت. هحاول هحاول. ده حضرتكم الوصل تقدروا تدفعوا في اي وقت بس لحد اقصى اسبوع بعد اذن حضرتك. اني طايم بعد اذن حضرتك. بجد يا عيوة أنا خدت فيك خازوق كبير قوي. شو قلت لكم؟ خليني في مدرستي القديمة. هي يا بابا لسه معجزة. استني كده عجزة تاني. يا ريتني كنت فضلت على الحزبة الأولانية. طب فهمنا بس يا بابا في إيه؟ بص يا جماعة أنا عملت كل اللي أقدر عليه. هو واضح كده ان الفلوس اللي معانا معجزه ومش هنقدر ندفع مصاريف مدرسه عليوه. ها انا خلصت اللي عليا، عايزين حاجه؟ هو حضرتك يا بابا بتخلع مننا ولا انا متهيألي؟ وانا اعمل ايه يا بنتي؟ وانا اعمل ايه؟ انا كل اللي معايا ما يكملش مصاريف ترم واحد. ماله اخوك زي الفل اهو طول عمره ما كلفنيش طوال حياته الدراسيه اكتر من 250 جنيه وما شاء الله فله وكل حاجه في الدنيا اعرفها. تفهم حاجة؟ لا ما هو عشان كده فاشل. أنا كويس. أنا مش عايزة علوة يا بابا بقى يطلع كويس زيه كده. أنتوا ما سمعتوش الميس قالت إيه عن علوة في المدرسة؟ قالت إن هو الله أكبر عليه جينيوس، لازم نتصرف من فضلكوا. ما تقول حاجة يا خالو. والله يا بنتي أنا عملت اللي عليا وشفتلك شغلانة وفلوسها حلوة. شغلانة إيه؟ يعني هي شغلانة متعبة شوية بس فلوسها حلوة. خلاص أدام فلوسها كويسة تسكيه. خلاص يلا قومي جهازي والبسي دول وأما هتلبسيهم هتعرف أنا أقصد إيه. شكرا. جرى إيه يا جماعة؟ هتفضلوا سايبين البنت كده متحملة المسؤولية لوحدها؟ الله ما تشيلوا عنها شوية. معاك حق يا عمران، إحنا لازم نشوف حل. أنت هتفضل سلب كده طول عمرك؟ أنت كمان لازم تشوف حل. أنا أعمل إيه؟ ما أنت شايفة الصحة في النازل وانا كل اللي اعرفه بس كومبارسات وتمثيل. اديك قلتها بعظمة لسانك، اعمل اي سبوبة في الموضوع ده. طب اعمل ايه؟ شوف انت كومبارس قديم. نقيب الكومبارس. بطل مزح بقى يا اخي، انت كومبارس متكلم من ايام الاستاذ نيازي. لا الاستاذ نيازي ده بعدي بسنتين. أنا ارجع شوية بقى أيام زوربانيلي وجبرائيل تلحامي وسعيد الهوى وحنبلة الأساتذة دول. في ناس كتير مش لاقية شغل وعايزة تشتغل كومبارس. طب أعمل إيه يعني؟ تفتح سنتر تعلمهم فيها التمثيل وتدفعهم. مول تدريس الكومبارسانة وسميه كومبارس العرب. عاملين اجتماع ولا ايه؟ يا اخي قول صباح الخير ولا اغسل وشك. بص على العموم انا هنزل اقعد مع صحابي. هيقعد فين؟ ما يقعد مطرح ما يقعد. تهال مالك كده قاعده ساكته ومقموصه كده؟ ما تقولي حاجه. جايبه لكم بطاطس اهي مسلوقه زي الفل. انا قاعده مستنيه الاخر يمكن تلاقوا حل. بس الظاهر بقى طول ما انا في وسطيكوا انا مش هعرف اتلم على قرشين. خد يا ايمن خد دول. ايوه كده فكيها على نفسك شويه يمكن ربنا يفكها عليك. ما تفهمنيش غلط يا اخوي، انزل هات لي لحمه وفراخ وبطاطس. ما تبطلي تعملي اكل عشان انت اكلك بيقرف الكلاب اصلا كلهم. يا ولا الملف السعد يالا اسكت بقى افهم انا بفكر في ايه. هتفضل طول عمرك سطحي كده؟ شوف انا قعدت مع نفسي وقلت يا بنت يا ابتهال ما دام انت نفسك حلو في الاكل وموهوبه خلاص
استغلي الموهبة اللي ربنا اداها لك دي وزودي دخلك بقرشين. عارف فكرت في ايه؟ ايه؟ هعمل مشروع اكل جاهز وبيعه والمكسب بالنص. لا خدي دول وخدي النص بتاعي وحمرنا امي دي عشان هنموت. يلا يابا. والله مالكوا في الطيب نصيب. هلو ماما، ممكن اخذ من وقتك دقيقة واحد؟ انا معايا حاجات حلوة كتير، رخيص كتير، متين كتير، تحب تشوف حاجة؟ ودي تيجي، معقولة نتفرج واحنا على السلم كده؟ اتفضلي اتفضلي. اتفضل جوا؟ اه امال ايه، اتفضلي. شكرا ماما شكرا. اهلا اهلا. تحبي نقعد فين ماما؟ في الصالون يا حبيبتي، اقعدي على الكرسي اللي هناك ده. شكرا ماما شكرا، انت كريم قوي ماما، اول واحد يدخلني بيته. معايا حاجات حلوه تعجبك قوي، معايا شرابات، معايا سبراي للشعر جميل، وانا معايا حاجه لطيفه قوي عايزه افرجك عليها. اتفضلي ماما. التليفون ده صيني، اشتريته من اسبوع، يا دوبك استعملته يومين ومات. خدي صلحيه. انا مش اعرف صلحه ماما، صلحه على اساس ايه؟ على اساس ان هو صيني وانتي صينيه، والصينيين دول بيعرفوا كل حاجه، اتصرفي. بس مش انا اللي صنعته ماما، مش انا الصيني اللي صنعته، وبعدين انت مصري ماما، انت مصري انا صيني، انت احسن مني بكتير، انت صلحه ماما. شوف انا معايا حاجات حلوه قوي قوي. اه بس بقولك ايه يا حبيبتي، اصل انت مش خارجه من هنا ولا ماشيه غير لما التليفون ده يتصلح. ماشي ماما اوكي. فين الشاحن بتاع التليفون ماما؟ شاحن ايه؟ مفيش شواحن. هو بالعقل ماما، هو عايز شاحن ماما، مش انت تاكل ماما، تليفون كمان عاوز ياكل ماما. بقولك ايه، انت هتلبسيهالي؟ غلطتي انا يا نصابين يا نور. صلي على النبي. فين السكينه؟ صلي على النبي يا خالتي، صلي على النبي. يا نهار اسود التليفون يا بنت، ما انت بتجري هم المشيالي صيني ليه؟ صباح الخير يا امي. صباح الفل يا حبيبي. ايه الريحه الحلوه دي؟ انت عامله عزومه ولا ايه؟ لا يا لمت مش عزومه، ده شغل. اصل انا بعمل وجبات جاهزه عشان ابيعها ديليفري. شغل؟ اه. ليه ياما كده؟ هو انا مقصر معاكي في حاجه؟ مقصر؟ لا حوش حوش، حوش الفلوس اللي عمال تديها لي، يا ابني ده انا عمري ما خدت منك لا ابيض ولا اسود. ليه ان شاء الله عمري ما عملت لك حاجه ابدا؟ لا عمرك ما عملت لي حاجه. ليه بقى؟ انا كام مره ببقى قاعد في اوضتي بسمع مزيكا وتقولي لي وطي الزفت اللي بتسمعه ده؟ وطي الزفت. كم مرة بتقولي لي شد السيفون بعد ما تخلص حمام وشد السيفون؟ الحاجات دي انا بعملها عشاني ولا عشانك؟ ايه ده ايه ده؟ انت مستني دي حاجات بتعملها لي؟ يا ابني فلوس، انا بتكلم على الفلوس، عايزين فلوس. احنا كلنا بنشتغل وبنلم عشان خاطر لهفة، عايزين نساعدها في مصاريف اخوها في المدرسة الجديدة اللي داخلها. لهفة؟ والنبي لهفة؟ كل الجمل اللي قلتها دي ما سمعتش منها غير لهفة؟ لا اصله اسمه مميز يعني. طب هما مزنوقين جامد؟ ايوه يا حبيبتي مزنوقه قوي. كويس كويس. طب اقول لك ايه بقى، اسمعي، لو ربنا كرم يعني وحد اشترى منك الاكل دوت، الفلوس اللي يديها لك تديهاني وانا اديهم لها. نعم نعم يا اخويا. ايه تاخد مجهودي انا؟ لا طبعا. ايه ما هو شغل العيال ده، روح انت اشتغل، روح انت لم، انت لمالها يا اخويا. خلاص ماشي، خلي مجهودك لنفسك، خدي مجهودك كله، انا اتصرف. اتصرف يا اخويا، روح اشتغل. قال ياخد مجهودي. قال لا راح لخالته والله من لا استعزك نازل وانا ماشي. حبيبي يا توكتور، ازيك يا حاجه؟ عامله ايه؟ روق الجرجير كويس عشان معفن محدش بياكل. يما في ايه؟ اطلع عيد بالموبايل يا والله العظيم لسه بايع. طب اطلع عيد بالمحفظه. ما انا ما بشيلش محفظه. شلش محافظ ليه ياض؟ عشان ما جابوليش. ما جابولكش ايه ياض؟ ما جابوليش في البيت والله. ما جابولكش محفظه في البيت. اه ايه بتفتش ليه؟ وكمان هتقول لي معكش فلوس؟ ها؟ لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء، وبعدين انا هخبي عليك ليه؟ ياد انت لسه قايل ياد بايع الموبايل ياد من يومين. ياه ايوه بايع ببلاش. انت مبذر ياد ولا ايه؟ مش مبذر لان مفيش. والله شكلك مبذر ياد. انا اسف والله العظيم شكلك مبذر. انت مش مصدقني ولا ايه؟ انت بتفتشني انت مش مصدقني؟ لا ده انت صدقني لان انت حرامي شريف وواقف في عز الظهر، فاكيد محتاج فلوس، فانا كنت هديك عادي. والله كلامك عجبني. الله يخليك. اسمك كريم ايه؟ همام.
عاشت الاسامي يا عم همام. الله يكرمك. ماشي يا عم همام، شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله. يلا حبيبي. طب بقول لك ايه، ما تشغلني معاك حضرتك. اشغلك معايا فين يا واد؟ يعني اشيل لك المطوه واظبط لك البشت يا واد وانا واقف في سنترال يا واد. ما تخلناش بقى يا واد نام معاك السليمه يا واد بقى على المس. انت جبت المطوه دي منين؟ المطوه دي يا واد من السنبلاوين. علي وحسين. علي وحسين. اه حلو ادي الكلام ده يا واد. بقول لك ايه يا واد، اتكل على الله بقى عشان المطوه دي ما تزغرطش على وشك وتعمل معاك السليمه. لا انا اسف حضرتك، اتفضل. يلا حبيبي شوف وراك ايه. ماشي قشطه. ماشي عيل بقه وربنا كنت هموته والرملة دي تشهد يا منطقة ما فيكيش راجل ولا ما عاد انت يا كبير، ما عاد انت. انا بحسب. لا ما تحسبش. بصراحة يا عم كامل انا مزنوق في قرشين ومحتاج اي شغلانة، وقلت محدش يقدر يخدمني غير عم كامل. بس كده عينيا الاتنين. ربنا يخليك. مندوب يمشي معاك؟ لا انا مش عايز حد يمشي معايا، انا عايز شغلانه ليا انا. يا عم يا عم ارجوك يا عم افهمني شويه. مندوب يعني هتشتغل مندوب. اه طيب تمام تمام. دي مرتبه كام؟ 450 جنيه في الشهر. يلا يا عم. في الشهر؟ ايوه. لا انا عايز حاجه احسن ويكون القبض بتاعها وقتي. اه انت كده بقى عايز شغلانه باليوميه. الله ينور عليك، باليوميه هو ده. موجوده موجوده. انت عارف عمك سيد الجزار الله يرحمه، الراجل ده عنده عربيه نقل ومحتاج سواق يركبها، يعني هتشتغل عليها تنقل بقى ايه، عجول خرفان العيال ولاده. بص يعني انا عايز شغلانه يعني تبقى بوزيشن كده، يعني مدير امن، لواء متقاعد، عميل مزدوج، يعني الحاجات دي اللي فيها حركه. اه ده انت طموحك عالي. يعني عموما برضو انا عندي شغلانه شبه الامن كده، حلوه وفلوسها جميله وزي الفل. حلوه قوي هي دي. لا مش هتنفعك. ليه مش هتنفعني؟ ليه مش هتنفعك؟ لا لا هتنفعني. ما تقفلهاش في وشي والنبي. والله ما هتنفعك. طب قول لي ايه هي الشغلانه؟ جارد. انت تنفع جارد؟ وما ينفعش جارد في يا عم كامل. على فكره انا مش عاجبني نظرتك ليا، يعني هو الجارد ده ايه، جسم على الفاضي، المهم يكون قلبه ميت، وانا الحمد لله قلبي ميت وانت عارف والحاره كلها عارف ان قلبي ميت. يا راجل ده انت ما فاكش نفخه. يعني دغدغ لك القهوه عشان تصدقني؟ يا عم روق شويه. عموما انا قلت لك على كل الشغل اللي عندي، ولو ظهرت اي شغلانه حلوه مناسبه ليك انا ان شاء الله هتصل بيك بالموبايل. سلام عليكم. طب ما الجارد دي حلوه. سلام عليكم. ما الجارد دي حلوه. سلام عليكم. وعليكم. يا حمو هات الشاي بتاعي. عم جامي حبيب قلبي. مرتضى حبيبي. عم جامي عامل ايه؟ عامل ايه؟ تعال اقعد اشرب الشاي بتاع عم كامل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. انتوا جايين عشان درس التمثيل؟ انا جاي لوحدي. انت جاي لوحدك؟ لا ما تقلقش هنا امان. اتفضل يا حاج اتفضل. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم. وحضرتك جاي ليه؟ جاي علشان احقق حلمي وابقى ممثل قدير. انت بس اتاخرت شويه. ده متاخر يجي 50 سنه يا حاج. بس يعني امشي؟ لا لا تمشي بيه. تمشي بيه. احنا عايزين الادوار دي، السينما والمسرح محتاجين الناس الكمل دول اللي طالعين كلهم شويه شباب كده، انما اللي زيك مفيش. اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا ستي. ازاي حضرتك يا استاذ حلواني؟ ازاي حضرتك يا قمر؟ اسم حضرتك ايه؟ الهام. يا الهام ان شاء الله 100 100 الهام باذن الله. استاذ حلواني ميرسي قوي. ازيك يا استاذ؟ اهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. انت عايزه تبقي ممثله على ايد الحلواني؟ هتفضل سايبنا على الباب كده يا استاذ؟ فشر فشر. انا من جمالك انت ان شاء. واسم حضرتك ايه؟ تقع. تقع تقع. اوعي تقعي. اتفضلي يا جميل اتفضلي. معاكو حلواني الحلواني، ممثل قدير وكمبارس سابق وحاليا نقيب الكمبارس في العالم الثالث والعالم التاسع. ده في حالة إذا ما كانش حد فيكم لسه دفع المصاريف. المصاريف بتدفع في المطبخ الكاشير جوه. هنبدأ النهاردة بإذن الله نبذة صغيرة
اقولها لكم. طبعا كلكم عايزين تطلعوا السلم، معظمكم بدا من نص السلم، انا لا، انا هاخدكم تحت بير السلم. طبعا مش كلكم انما ممكن يعني نوزع، وهنبتدي بقى من تحت بير السلم لحد فوق. بعد اذنك يا استاذ، هو حضرتك شاركت في اعمال كتير قبل كده؟ هو انا كنت متوقع سؤال زي ده من شاب مبتدئ زي حضرتك. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي، اعمالي هي اللي بتتكلم. انا هقعد معاكم مفيش 3 4 5 6 7 ساعات نتكلم عن اعمالي اللي عملتها داخل الجمهوريه العربيه والاعمال اللي عملتها خارج الجمهوريه العربيه. هلو، ممكن اخد من وقتك دقيقه واحد؟ انا معايا حاجات حلوه كتير. انا مش فاهم منك حاجه، انت عاوز تقولي ايه؟ انا اقول لك انا معايا حاجات حلوه كتير. يا دي النيله يا ستي، ما اعرفش اتكلم صيني، تعرف تتكلم عربي؟ انا اتكلم عربي شويه شويه. يا دي النيله، امال ما جبتيش حد معاك ليه ترجم؟ انت عاوز تروح فين؟ معاك ورقه فيها عنوان؟ حضرتك ما تركزش في الشكل واللبس، انا معايا حاجات حلوه كتير تشتري. طب ما انت بتتكلمي عربي لبلب اهو، ما المدوخاني معاك ليه من الصبح؟ لقد تحدثت بنفس الطريقة التي تحدثت بها من قبل. هنرجع تاني نتكلم صيني؟ لا مؤاخذة يا عم الحاج، بص حضرتك، أنا معايا مكنة حلاقة 3 شفرات تاخد دقنك وش واحد، ومعايا مزيل العرق ديودرنت عشان لما تقعد في وسط أصحابك ريحتك ما تبانش، ومعايا بودرة رجل عشان لما تقلع الجزمة ما تموتش اللي حواليك. أنت شايفاني ما بستحماش؟ أنت شايفاني معفن؟ لا خالص أنا مش قصدي، بس لو عند حضرتك صديق معفن ممكن تديله الحاجات دي هدية. أنت صح، عندك حق، هات الحاجات اللي معاكي كلها. اتفضل. الحساب، الحساب. ايه ده؟ انتوا هنا مش عشان تتعلموا تمثيل، لا لا لا، انتوا هنا تتعلموا ازاي تبرشطوا قدام الكاميرا، ازاي المشاهد يشوفك 3 ثواني بدل ما يشوفك ثانيتين. مثلا المشهد انت ماسك كوبايه ميه وبتعدي قدام الكاميرا، هتعمل المشهد زي ما هو مكتوب؟ غلط كده، هتفضل كومبارس طول عمرك. لازم تحط لمساتك، التاتشات بتاعتك، يعني مثلا الكوبايه راحت وقع منك انت اللي عاملها، عمال ما تلم الازاز وبتاع، هتطول المشهد، هتكسب لك ثانيتين 3 يمكن يعجبوا المخرج ويسيبها. حتى في حياتك العادية لازم تبرشط قدام الكاميرا. واحدة تقولي ازاي؟ ازاي يا أستاذ؟ طبعا ازاي، هقولك انت بالذات هقولك ازاي، ودي بتبقى حاجات خاصة. يعني تبرشطوا قدام الكاميرا، يعني تبقوا دايما أول ناس في الصف الأولاني، تشوف الكاميرا تروح لقيتها كده عشان انت تبان أول واحد. احنا بنسميها في الوسط عندنا بقى حرامي الكاميرا. في مناسبات كتيرة تقدر تسرق الكاميرا، افراح، خطوبة، عزاء. يعني يا ابني هو ما فيش غيرك، منك انت اول واحد دفعت المصاريف. نعم يا حبيبي نعم. انا ما بحضرش افراح عشان حرام. حرام؟ بلاش افراح، روح عزاء. نفس الحكاية، هتلاقي كاميرات تلفزيون أكتر من الأفراح. أنا تعبنا شوية، تعبتكم معايا، وكل الأساتذة الكبار اللي زيي محتاجين راحة، وبعدين لازم شوية توجيهات معينة للتوتة عشان لسه مبتدئة، تكونوا كلتولكم لقمة. أنت عايزة حاجة يا أملا؟ أنا إلهام يا أستاذ، إلهام. أمور يا إلهام، ربنا يخديك ليا. انت الدرس اللي بعديها صح، كنت تعبان. النهارده
النهاردة الدرس العملي إزاي تبرشط في الكاميرا، إزاي تسرق الكاميرا من غير ما حد ياخد باله. الأنسة دلوقتي دي مذيعة التلفزيون في الشارع بتقدم برنامج مهم، وإنت ماشي في الشارع بالصدفة وعايزين تطلعوا في التلفزيون، سرقت الكاميرا بشياكة من وراها كده وتبص للكاميرا ما يبانش إنك بتسرق. أيوة اسرق الكاميرا، اسرق يا حاج، أيوة بشويش، أيوة كده، ها اسرق، تسرقش ما تحتكش بها قوي، ممنوع الاحتكاك وإلا هيبقى تحرش. أيوة بصة كده من الناحية التانية وانت تعالى كده، يعني اسرق، كله سرقة، كله سرقة كده يا أستاذ. أيوة كله سرقة، لا انت حرامية هبلة، تعالي من الناحية دي، يئست انك تسرق الكاميرا اسرق المذيعة ويمشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول لك إيه بقى؟ فيما معناه يعني إن أنت لما بتفك زنقة واحد في الدنيا، ربنا بقى بيفك كل زنقاتك وبيكرمك وبيخلي عشتك زي الفل. مرتضى حرام عليك، حرام عليك، أنت بقالك ساعة ونص عمال تهري وتنكت وتروح وتيجي وأنا مش فاهم حاجة. من الآخر يا عم جيمي، أنا عايز الناس تقول الواد جيمي ده عيل جدع، عيل خير، بيحب يساعد الناس، إنسان، إنسان بيحب ولا يكره. الناس بتتكلم عليك يا جيمي، والله العظيم بيقولوا عليك عيل بخيل اناني. فكك من الشغل ده، مالكش دعوه بيا وبين الناس، انا وهم هنتصافى. ماشي، خلينا بقى في اللي بيني وبينك. ايوه جيب من الاخر بقى وقول لي انت عايز ايه، عايز ايه مصلحه؟ انا عايز قرشين سلف. مبروك يا حلوه، مبروك يا حلوه، يلا بقى هات 500 جنيه بسرعه. لا يا ابني ماتش تاني يا عم، انت لسه خسران، انت في ايه بتحب تتكسف قدام زباينك؟ يا عم لو خسرت هديك 500 جنيه تاني فوق ال 500 جنيه التانيين. اذا كان كده ماشي يلا باشا، ما فيش مانع. ايوه جود 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 جود، اي خدمه هقطعك. يلا وروني بقى ايه نحسب كده. انا معايا 500 جنيه. برافو. وانا معايا 200 جنيه اهي، كنت عايز اصلح بيهم التلفزيون، انما يلا عشان الواد. وادي بقى 300 جنيه وفرتهم من مشروع الوجبات الجاهزه بتاعي. شكرا يا خالته. ودول 1000 جنيه تحويشه العمر، كنت ناوي اطلع بيهم عمره. عمره ب 1000 جنيه؟ انت هتروح على جمل؟ لا ما انا مش هجيب هدايا بقى، وبعدين ما يغلوش على علوه. ميرسي يا خالو. وده فول قاس اكسب انا. ده بقى يا عبيط، انت بس بقى يا عبيط بقى، بس بس دول 150 جنيه انا استلفتهم من واحد صاحبي. برافو. ميرسي مرتدل. لا ما انا هرجعهم له النهارده. كل واحد وظروفه حبيبتي، بس بكده المبلغ مش هيكفي المدرسه برضه. كده برضو ناقصنا 1000 جنيه. 1000 جنيه منين؟ جيبهم ازاي دول؟ ايه ده؟ انتوا لسه قاعدين نفس القعده دي من الصبح؟ قاعدين عشان نلم لك مصاريف المدرسه. طب على العموم يا ستي ادي الفلوس. ايه ده؟ بصي هو موضوع التعليم ده مش جايب هم معايا، بس واضح ان المدرسه الجديده دي فيها بنات حلوين قوي. تصبحوا على خير بقى. شاكك الواد بيتاجر في الممنوعات. يا حبيبتي طمنين عليك. مشوني من الاوردر يا خالو. ماشي ولا يهمك يا حبيبتي. بقولك ايه، المرة دي جايبلك حاجة جديدة لك. ابوس ايدك يا خالو ارحمني بقى، انا اتمرمطت بما فيه الكفاية. انا جايبلك حاجة مختلفة، حاجة هتخلي كل الناس تشوف امكانياتك. ماشي يا خالو. بقولك ايه، المرة دي انا مظبط كل حاجة مع الشيخ العبودي. ايوه الشغلانة دي بتاعتك، يعني بتاعتك. لا يا بنتي، الشيخ العبودي ده كان صاحبي من زمان، من يام الكلاس، من يام بابي ما كان بيشتغل في الخليج في البترول. بس انتي ادع ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله، هيسترها ويسهلها بإذن الله. انا هقوم اخش له دلوقتي. يلا مع السلامة بقى. شيخ العرب طويل العمر طال عمرك. عم عمران تأخرت كده ليه؟ يا صباح الخير، يا صباح الخير. الناس بتاع البترول اللي بيفهموا في الأصول. يا عم الله يكرمك. أيوة الغترة والجلبية والناس المية مية. الله سلامات.
داخلين فرح النقط البنات البنات صور البنات تصوير بعد بكرة. عينيا ده انا عامل لك تشكيلة حسن شحاتة نفسه ما عرفش يعملها. اشوف اتفضل. لا 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 ما تنفع ما تنفع ابدا ما تنفع غير بس غير. خلاص انا فهمت انت عايز ايه. ايه ايه رايك في دي؟ لا 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 يا عمي تشابوا اخواتك. لا 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 ما ينفع ما تقول كده من الاول. انا فهمت مزاجك رايح فين. ايه غمض عينك. ايه ايه رايك في دي؟ ايوه هذه تمام. في صور ثاني عندك غير ما دول؟ هم دول دول يتشابهم اخواتهم؟ لا احلف لك انهم ما يعرفوش بعض. لا لا بس هذه مية مية يا عم. يا قليل الادب ده انت مجرم. مرتضى مرتضى تعال تعال يا حبيبي ولادي عايزاك تعال تعال. عايزه ايه يا ماما؟ علمني علمني اعمل حظر ازاي. كلمي الجيش. ايه اللي تعملي حظر ازاي؟ جيش ايه يا واد؟ اعمل حظر على البتاع ده؟ في واحد قرفني عمال يعاكس فيا ويقول كلام وحش خالص على الفيسبوك ده. الواد حلو قال لي لو عملت له حظر مش هيعرف يكلمني تاني. يلا علمني اعمل ازاي. هو بيعاكسك على الفيسبوك؟ طب انا اقول لك انت تنزلي صورك على الفيسبوك مش هيعاكس تاني خالص. قصدك ايه يا واد؟ قصدي هيعرف يعني ان انت ست محترمه وكده مالكيش في الجو دوت فاحترم نفسه. طب يلا علمني بقى. اعلمك ايه؟ ماما ماما انا مستعجل والله العظيم. مستعجل ورايح فين؟ رايح اقدم على شغل اللهفة. يو تاني لهفة تاني لهفة يا واد. قلت لك سيبها هي تعرف تصرف امورها. مش انا السبب في طردها؟ يبقى انا لازم اصلح غلطتي. هتفضل طول عمرك موكوس طول ما انت ماشي وراها من مكان لمكان كده وناسي نفسك. عارف طول ما انت مدلوق عليها كده ادي دقني اهي لو عبرتك. شكر شكر يا امي على وقوفك جنبي دايما. شكرا على الاحباط. طب وريني بقى بلا فيسبوك بلا عرب بقى اعمل له حظر ازاي؟ يخرب بيتك. طب اعمل لك حظر ازاي انا؟ يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا طويل العمر طال عمرك. عم عمرها لا تقلب راسي. التصوير بعد بكره. وين البنت؟ موجودين موجودين يا استاذ. بيتكلموا خليجي؟ كلهم بيتكلموا خليجيات مولودات في الخليج. حبيب قلبي يلا بسرعه بسرعه. يلا يا بنات يلا. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. تكلموا خليجي؟ طبعا طبعا. حلو. انت تعرفي تقولي يودان داني اللي داني داني وويلو؟ يودان تاني اللي جاني جاني يا ويلو. جابني وهويته جابني وهويته. طيب تفضلي. شكرا شكرا. جاني يا عم عمران مع انها حفظها صم. الحمد لله توفقنا. تفضلي. يو داني داني اللي داني داني وويلو. ينفع اقول الاماكن بتاعت محمد قبدو اسهل؟ لا يا بنتي احنا في اكس فاكتور. احنا نبغى يو داني داني اللي داني داني وويلو. يلا يو داني داني اللي جاني جاني وويلو. جاني ايوه. طيب شكرا شكرا شكرين. تفضلي. جاني يا عم عمران جاني. هذه مقايبك ها؟ لا اهي دي بقى هي اللي هتكسر الدنيا. يا عمي مش عايز. واضح انت بالذات برا لو سمحت. خلاص شكرا شكرا. مش عايزين مش عايزين يا عم. فرصة. يلا تفضل. طب اديني فرصه يعني. يا عمي حتطلع زي اللي قال. تفضل يلا تفضل. لا لا يا اخي انا قلبي حاسني انت مقايبك واضح. هذول مولودين في الخليج. انا حافظه يعني انا حافظه الاغنيه. طيب يلا شوف يلا كمان. مش يد يرعى. يو داني داني اللي داني داني واويلو. يو داني داني يا عم عمران فرق برا لو سمحت. تفضلي يا اختي تفضلي تفضلي تفضلي. شكرا. طب شكرا شكرا. طب هقول لجنابك حاجه. تفضل يا حبيبي. اديني فرصه قيمه ساعه. أيوة. هنزل جامعه الدول العربيه اجيب لك واحده بتتكلم خليجي. ايوه بان على حقيقتك يا عم عمران. هضر ما جايبك من هناك. هتجيبها معاها شيشتها ولا بدون؟ لا شيشه تفاح. ايه رايك؟ يا ربنا يوفقك يا حبيبي. تفضل تفضل لو سمحت. ماشي ماشي تفضل. بس خليك فاكرها. لا توفقنا. هفتكر ان شاء الله هفتكر ان شاء الله. وبريك البنات دول مين اللي هيحاسب عليه؟ البريك يجيبه اللي جاني واللي جابني. ماشي تفضل. ماشي ما اهي. تفضل يا حبيبي. تفضل يا حبيبي. حاضر. اعمل ايه بس يا ربي في عز التكر ده؟ كان لازم يعني تجيب معايا بنات يا خلو. الراجل ما شافنيش خالص.
كنت هتكلم خليجي كويس جدا، كنت هقول له ايش تبغى، خليجي ده ولا مش خليجي؟ ايوه خليجي، بس ما قلتلوش يا ريال. ايوه معلش معلش يا بنتي معلش، انا اعرف منين ان هو هيختبرنا؟ انا قلت هيشوفك وبعدين بعد كده يفركها الحلال. اسكت اسكت يا عمر ما تتكلمش، انت كده ما يجيش من وراك حاجه عدل ابدا. انت بتقول لنا الكلام ده يا حلواني؟ اخص عليك اخص حاكم، انت زي القطط بتاكل وتنكر. انت ناسي ان انا اللي خليتك انت تتحول من كومبارس صامت لكومبارس متكلم في فيلم يا عنتر مع الاستاذ نيازي؟ فشر مش انت، انا اللي خدت السهم ورحت واقع ميت بقيت متكلم. بقول لك ايه يا خالو، هو الدور بتاعي ده كان كبير قوي من الجلده للجلده كمان يا معلش يا بنتي معلش، ما تعمليش في نفسك كده، كل شيء نصيب. لهفة لهفة يا بنتي، لا تبكي يا حبيبة العمر، هتمثلي الدور ده يعني هتمثليه ازاي بس يا بابا؟ سيبيني اتصرف، الحلواني هيمخمخ. اتفضل يا باشا اتفضل، المكان متأمن وما تقلقش من اي حاجة، انا جيت هنا وأمنت والدنيا ما تفضلي يا هانم. اتفضلي، ايه رايك؟ يا الله المكان مره زحمه. نبغى نجلس هنا. وين؟ خش جوه يا ابني، خش كده يا خش. اتفضل يا باشا، اتفضل يا هانم، اتفضل يا باشا، اتفضل سموه، اتفضل سموه، مكان امان. ارجع يا ابني ورا يا ابني. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل. المكان زحمة مرة، ما لقينا مكان فاضي إلا هني. يا ليتني جبت الشنطة الـ LV بدل البربري، صارت قديمة شلتها مرة واحدة. يا ليت، كلمة يا ليت عمرها ما تعمر بيت. سموك مش محتاج أي حاجة، نجيب لك جواري، نجيب لك مواشي. ما أبي. ما تبي؟ تمام، سموك مش محتاجة، نجيب لك ذهب، ياقوت، سمك مشوي، سمك مقلي. والله الحين ما ابغى شيء. نعم؟ عايز حاجة؟ ما ابغى شيء. بابا يلا بقى نخش بالشغل. الو السلام عليكم. ايش؟ مسلسل؟ بنتي جواهر؟ لا 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 يوبا، ما ابغى مسلسلات، انا ابغى سينما، واقل من توم كروز ما راح اقبل. بنتي ما بدها مسلسل، بنتي بدها فيلم تقوم ببطولته. تبغى تبغى مش بدها تبغى تبغى. شكرا عفوا. بنتي تبغى فيلم تقوم ببطولته ومعها ال شو اسمه؟ توم كروز. كروز توم كروم كروم اسأل عليه معروف. شكرا مع السلامة. ايش هذا؟ ما في عصير؟ ما في حاجة؟ يا ورع يا ورع يا ورع كورة ورع هنا بعد اذنك ثانية واحدة يا برنس. امرك يا فندم. ايش هذا؟ ما في عصير؟ ما في لاتيه؟ ما في كبشتينو؟ موجودة يا فندم اموري. ايوه عايز يا باشا. ايش تبي؟ باينابل ومشكل. 15 من اللي قالته ده، وانا 12 والشاب هذا 6. باينابل ومشكل. ايوه مشكل، ها كباب كفتة سلطات كل حاجة. اوكي فندم. وكبشتينو. ايوه سمعت سمعت. يلا اتفضل يا ابني بسرعة يا ابني. انا هروح اامن الباب بره يا باشا وما تقلقش من اي حاجه. اتفضل يا باشا خد يلا. امر يا فندم. اثبت يا انت سمعت قالوا لك ايه؟ ايوه يا فندم. ما اشوفكش تجيب حاجه من اللي اتقالت عليها، انسى كل الكلام ده، احنا اساسا ما معناش فلوس نروح. تمام يلا يلا. حرموت. عفوا عفوا انا اسف على التطفل، بس انا سمعتكم تتكلموا. خليجي طبعا. ايش شلونك؟ لا لا يا حبيبي ما اتكلم عن كذا، اتكلم عن الافلام، سمعتكم تتكلموا عن السينما افلام وكذا. بنتي جواهر نجمة كبيرة. يا سلام يا رجل، انتوا طحتوا لي من السماء، انا عندي فيلم وابغى بنت تتكلم خليجي 100%. سبحان الله. شايف هذا؟ خذ يا حبيبي، انا عبود السلطان منتج افلام سينما. يا اهلا وسهلا. يا هلا والله. يا اهلا وسهلا. يا رجل انا دخت على بنت تتكلم خليجي بطولة مطلقة. بس انا بنتي ما تعمل ادوار واحدة فقيرة واحدة، لا بنتي بنت عز. لا 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 العفو العفو، لا بالعكس، هذه بطولة مطلقة وبنت خليجية ثرية ويعني كلاس زي هذا اول شرط.
طبعا. وتاني شرط لو في دور مع ابوها انا موجود يعني. بس ما يليق فيك يا استاذ. يا عمي انت يعني دور اكبر، هذا دور تافه بسيط صغير كذا ما ينفع لك. العب انا اي دور، انا اوتوماتيك شغال كذا وكذا. طيب لا العب العب. حاضرين حاضرين. ابوها ابوها ولا ابوها؟ خلاص خلاص ابوها خلاص يا يوبا. خلاص سمعتك تكلمي خليجي بشكل جميل. انا اعرف امثل، اعرف اغني، اعرف ارقص، انا اسوي كل شيء. يا سلام يا سلام. فينكم انتم؟ جواهر شامله. يا سلام يا سلام. تعرف تغني؟ اعرف اغني. يا ليت اسمع خليجي بس. خليجي. تفضل. يو دان دان اللي دان دان واويلو، يو دان دان اللي دان دان واويلو، يو دان دان اللي دان دان واويلو، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. عاشو 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 كمان. يا سلام. مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني، وتعبني قلبك مع الحسد يتعبني. يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. عاشو برضو عاشو. عاشو ايه وما عاشو. هذه الاغنية اللي انا ادور عليها اصلا. فطولة مطلقة. زغرت بالمصري. فنانة شاملة ما شاء الله ما شاء الله. ايش قلت يا شيخ؟ يلا بسرعة انا منتظر البطلة هذه من زمان. ماشي الحب، بس انا أبغي وقت نفكر. ليه يوبا ليه؟ أضرب الحديد وهو حامي كده. خلاص خلاص يا واد يا علوة، الواد اللي عرفني في عشتي خلاص عملت له حظر. اسمع بلوك يا خالته، بطلوا فلح بقى. فلح؟ ماشي مضطرية استحملك، ما هو من علمني حرفا. بقولك ايه يا ولا، انت ازاي انا اعملك إضافة وانت ما تقبلنيش؟ ليه يا اخويا، مش قد المقام انا ولا مش قد المقام؟ اول حاجه اسمها عيد، تاني حاجه انا ما جاليش حاجه منك. ما جالكش ازاي؟ ما انت مش واخد بالك، انا مش مسميه نفسي ابتهال، انا مسميه نفسي بنت روشه وعامله دوشه. ايه رايك؟ ما بقبلش اكونتات فيك. خص عليك، على طول كسرين نفسي كده. احنا قعدنا مع نفسنا وقلبنا يمين شمال، احنا نبي نقرا الفيلم. بقول افضل انا بطرش لك سواقي على فندقك افضل. تمام، حياك الله، مع السلامة، في امان الله، في امان الله، اي حاجة لله. الله عليك يا بابا، الله، اتقانك للكنة الخليجي ولا الست أحلام، بيرفكت. تدري ليش أزعل عليه؟ عارف يا بابا، أنا من هنا ورايح هسمع خليجي، هتكلم خليجي، هعيش خليجي، هحط بارفين بالعودة طول اليوم، ده أنا كمان هاكل خليجي. وادي الكبسة الخليجي. إيه ده؟ كبسة خليجي؟ دي فتت محمود المليجي. مش لازم يا بابا اكل خليجي خالص يعني. يعني ايه يا حبيبتي؟ الاكل الخليجي ده هو اللي هيخليكي تخشي في المود الخليجي. يا خالته ده اللي هيجيب اجلي، معلش اعذريني انا يا خالته. حبيبتي ده بقى لي 3 ساعات بعمل فيها. تعالي يا حبيبتي الله يخليكي، ميرسي قوي قوي، شيل اللخبطه دي عشان احنا لازم نعمل بروفات دلوقتي ورانا شغل. الرقص الخليجي له ايقاع معين، والست وهي بترقص خليجي غير الراجل وهو بيرقص خليجي. الست لما بترقص خليجي بتبقى قمة الأنوثة والدلع والرقة، الراجل له طريقة معينة. ها؟ ده اتنين يمين واتنين شمال وتلاتة قدام وتلاتة ورا، اتصرف. ها؟ يلا بابا. ها؟ نوال. برافو برافو، عاشو عاشو. هم مين اللي عاشو؟ عاشو. بس كده يا بابا؟ بس كده ايه ده، انت بسلاح ما شاء الله. طب انا كده برقص زي الرجاله ولا زي الستات؟ لا انت زي الستات طبعا. اوكي انا حوريك الرجاله بعدها. ماشي. ايوه يا واد يا لهبل. ها
أنا جبت السيناريو، جبت السيناريو، جبت السيناريو. إيه؟ خش خليجي. هنا بقى دي بقى اللي هي النخلة لما ترقص خليجي. لا يا بابا. الكويتي بقى، الكويتي ما هو خليجي، بس تجري 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 وتروح واقف. تعرفش ليه؟ ترجع تاني. تجري 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 وتروح واقف. شفت؟ والله ما قصرت. كتير ما قصرت. حلوة لا؟ كده انت هتكسر الدنيا يا بنت. حلو 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 يا دايم حلو. عامل زي الزومبي. صدفة ومن بينك كل نقص علقني، من يوم شفته وعيني جات في عينه، حسيت شايف عيونه حل يجذبني. ايه ده؟ دخلت مول العرب ولا ايه؟ عاوز ايه مرتديلا؟ لهفة. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ مخبيه من جوه؟ ده دور جديد انا بستعد له. طيب انا كنت جايب لك خبر حلو. يا ترى ايه؟ لقيت لك شغلانه حلوه قوي قوي قوي. خلاص يا مرتديلا، انا مش عايزه اي شغلانه، انا ربنا كرمني من واسعه. فهمت، شكلك كده جالك عقد عامل في الخليج وهتتكبر علينا. الخليج هو اللي هيجي لحد عندي دور بطوله. طب والشغلانه اللي انا اتحرق دمي عشان اجيبها لك دي اعمل فيها ايه؟ خلاص يا مرتدى، الشغلانه دي ما تنفعنيش، لان انا لازم اركز في التمثيل، هو ده كاريري. كاريرك في امان الله. يوه انت تاني؟ يخرب بيتك، هو الواد علوة مش قال لي انه عمل له حظر؟ بتتكلم تاني ليه يا منايل انت؟ طب والله لو رد عليك عشان اكتمك. افندم عايز ايه؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه عملت ايه؟ سيبيني في حالي والنبي، ما سيبيني في حالي. قول لي عملت ايه؟ يعني انا طول اليوم سايب شغلي وعمال ادور لها على شغل، وتيجي في الاخر الشيخه لهفه تقول لي انا مستقبلي في الخليج. معلش معلش يا حبيبي، مش عارف اعمل ايه. طب ارضيها ازاي دي؟ يا حيوان. ليه كده؟ انا قلت ايه غلط دلوقتي؟ لا مش بقولك انت، بقول الشيطان ولا ايه؟ بقول الحيوان اللي هنا ده. مين الحيوان ده؟ وريني. عايز رقم تليفونك، انت لابسه ايه دلوقتي؟ مين امير الانتقام ده؟ والله ما اعرفه، والله ما اعرفه يا اخويا، انا كنت لسه دلوقتي هشبشب له. كمان ما تعرفوش؟ لا. فتحت الفيديو كله ولا لسه؟ يعني ايه فيديو بتاع اللي انت قلته ده؟ يعني ايه؟ انا غلطان ان انا سبتك على الفيسبوك، انا غلطان، ده هيتقفل وهيفضل معايا. لا والنبي والنبي سيبهولي، بيسليني يا مرتضى. طب بس مش عايز مشاكل. حاضر. يا حيوان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا ما أبو نجمتنا الكبيرة يا مر، أهلا 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 ابنك. تراسي يا مرحبا. سرعة 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 للضيوف للنجمة. أبو النجمة الكبيرة تفضل تفضل. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. ألف شكر، نورت الاستديو. هذا المخرج. أهلا وسهلا. الشيخ أبو جواهر، نجمتنا الكبيرة وبطلتنا الأفلام القادمة. يا هلا ومرحبا. هذا المخرج طبعا. يقول شيء. أنا مبسوطة مرة أني أشتغل معك. الله يسلمك يا جواهر، هذا شرف كبير لنا الحقيقة. بس يا جواهر أنا شايفك قبل هالمرة. يمكن علشان عندي مواقع على النت للموضة، أنا أسوي موضة. يا سلام. كمان موضة. يا الله. شوف 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 أستاذي، حنا إلى هالحين ما تكلمنا في القروش. لا كلام هذا شيخ عثمان، قروش ما قروش، حنا حنختلف، اللي تبغينه حيصير. سيد الوالد نتفق معاه على كل شيء، انت بس تجهزين، جهزوا له يا انتاج. غرفة. لحظة، هي ما تبغي قروش، يعني قروش ورق. لا لا رزم. مش ملاليم. رزم. لا لا قروش يعني فلوس. ما تخافي ما تخافي ما تخافي ابدا، هذا موضوع منتي. وايش سويت في دور الاب؟ يا دي الأب يا عم عثمان، أنت أكبر يا عم عثمان، دور تافه صغير بسيط هذا. يا حبيبي ما مين قال لك ما يليق؟ أنا بيليق. أنا يا سيدي أنا ألعبه، مالكش أي ما إليك أنا بلعبه أنا. يا الله يا سيدي أنا بلعبه، تكلم مصري كويس يا عم عثمان. أنا صار لي أسبوعين في القاهرة أنا، ويقول تيجي القاهرة يشرب من ماية النيل يتكلم مصري، يتكلم كل اللغات. والله وفقنا. وأنت يا إنتاج
غرفة النجمة بسرعة والتكييف وكل شيء تمام. ها بودي 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 وحشتني وايد 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 وايد. اللهم اجعله خير يا غادة، هذا وقته. حتى انت وحشتيني يا حبيبتي، اهلا وسهلا. ميرسي يا روحي. نجمتنا الكبيرة جواهر، بطلتنا المطلقة ابوها الشيخ عثمان، طبعا معانا بعد في الفيلم. جواهر بتاعت حمدة؟ حمدة لا لا، بتاعت ابوها هذه، نجمة كبيرة هذه. ارجوك. اهلا وسهلا يا عم الحاج. اهلا يا شيخنا، اهلا يا شيخنا. بودي انا زعلانة منك وايد وايد وايد. ليه خير؟ وعدتني ان انا اعمل البطوله ودلوقتي مديني مشهدين ثلاثه، امكانياتي ابينها ازاي؟ يا بنت الحلال، هذا دور يبغى له واحد يتكلم خليجي تمام، يعني يعني مش تتدرب. وبعدين احب الواقعيه. وقعت ايه يا راجل عليا انا برضو الكلام ده؟ لا خلاص بقى، بما اني مش هتصور في الفيلم يبقى اتصور مع جواهر. انا بحب اتصور معاها. ضايقين النجمه حقتنا تخرب ويخرب مزاجها. لا لا ارجوك. اضايق مين؟ هو حد انا عايزه اتصور معاها؟ هي ما ابغى حبيبتي، ما ابغى. لا انا عايزه اتصور معاها سيلفي. يما بودي السحنه دي انا عارفاها. انا سوي موضه. سوي موضه موضه. شفتي؟ لا انا عارفه. عم حلواني اهلا يا حاج، اتفضل. الله الله الله، وعم حلواني كمان. بودي يبقى البت دي البت لهفه. جرعي يا حبيبتي بقى، ما تسيبيني في حالي، خليني اعرف اكل عيش. شكلي عيش كفايه في مصر، سيبيلي الخليج. انت عايزه ايه من الخليج يا لهفه؟ عايزه امثل، عايزه الشهر، اهي باظت يا اختي. انت اللي نصابه. بقول لك ايه، اطلب المخفر يا بودي وانا شاهده معاك. مخفر احنا يا انتاج المخفر الله يخليك. احنا اسفين يا اخ عبود حلواني. ها معلش الاماكن الاماكن. تفضل تفضل يا عم حلواني، العصير الله يخليك. الله يخليك. اي مره واحده عشان يعرف يبان. الاماكن كلها مشتاقه لك. لا حول ولا قوه الا بالله. تفضلي تفضلي. يسر يسر حلاوه. شفت يا بودي، قلت لك انا اللي باقيالك، ايه المشكله؟ هقعد شهرين اتمرن والله العظيم. ده انا جايبه احلام تمرني على اللهجه. يا بنتي انا ثلاثة شهور معك ما ادري اي لهجه تتكلمي. ايش اخبارك؟ شلونك؟ لا يا بودي لا، زعلانه منك.